اهلا مرحبا بكم سماحه الشيخ. اهلا وسهلا ومرحبا، بارك الله. سماحه الشيخ، نفتتح حديثنا او حلقتنا هذه بالحديث عن الشان الليبي الذي كافح فيه الشعب الليبي من اجل الحصول على حريته، واستطاع مؤخرا ان يكسر الحواجز وان يتوصل الى هذا الذي يريد. وقد اعترفت السلطنه بل من اوائل المعترفين بالمجلس الانتقالي ممثلا للشعب الليبي. نحتاج منكم في مثل هذه الاوضاع الى كلمه تعلقون بها على الأحداث وعلى أولئك الذين يظنون أنهم يمتلكون كل شيء والله تعالى من ورائه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبهذه المناسبة العزيزة الغالية السارة، يسرني أن أتقدم إلى الشعب الليبي البطل الصامد الصابر بأحر التحايا وبأجمل التهاني، راجيا من الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لوضع حد لمأساته ولاستقبال عهد جديد، عهد يقوم على العدل والمساواة والرفق والرحمة والانسجام بين القاعدة والقمة والألفة والمودة بين جميع أطياف هذا الشعب المسلم المؤمن الصابر، وأن يوفقه الله سبحانه وتعالى لأن يقدم شكر الله تعالى على هذه النعمة، وذلك باتباع أوامره والازدجار عن نواهيه والتزام شرعه والوقوف عند حدوده، كما أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل شهداءه الأبرار وأن يتغمدهم برحمته وأن يغلق عليهم سحائب فضله ونعمته، كما أرجو أيضا أن تكون العلاقة في المستقبل بين القمة والقاعدة هناك مبنية على ما يوجه إليه القرآن وما كان عليه النبي عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام. فإن القرآن الكريم جسد كيف كانت العلاقة بين القائد والأتباع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فنرجو على أي حال أن تكون العلاقة في المستقبل مبنية على هذه الأسس، بأن يكون هنالك لين، وأن تكون هنالك رحمة، وأن يكون هنالك رفق، وأن يكون هنالك أيضا انسجام مبني على التشاور بين الطرفين والتعاون على الخير وإرادة الخير من كل طرف للطرف الآخر. كما أرجو أن تكون التصرفات الشاذة التي سبقت يوضع لها جميعا حد، ويرد كل أمر إلى نصابه الشرعي حتى ينعم المسلمون هناك بنعمة التطبيق لتعاليم الإسلام واتباع القرآن واتباع هدي الرسول عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام. و مرة أخرى أحيي هذا الشعب وأهنيه وأتمنى له كل خير، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لما فيه الصلاح والبر والتقوى. نعم. طيب سماحة الشيخ، ربما كان كل هذا الشعب يرغب في هذه الحرية ويطمع فيها، إلا أن البعض كان مجبورا على المشاركة بدافع الرهبة، فما هو أهمية التسامح الآن وقد استقرت الأمور بحيث لا يحمل كل واحد على الآخر شيئا من الحزازات أو يحاسبه على مشاركاته التي أجبر عليها؟ نرجو
أن تستقبل صفحة جديدة، تفتح صفحة جديدة، صفحة قائمة على الود والتفاهم، وقائمة على التغاضي عن الإساءات التي صدرت من البعض، والصفح الجميل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح عندما قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. نرجو أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. صلى الله عليه وسلم.